لا طبعا كنا بنتكلم على بادجي طبعا وتحت الفرصه اللي خدها النهارده، وان الراجل النهارده قدر يثبت في الوقت اللي لعبه ان هو قدر يثبت نفسه ان هو يعني يحرز هدف، وهدف رائع. انا شايف ان هو هدف رائع، مش سهل ان اي حد يجيبه، وان هو يقدر ان هو يساهم في الهدف الثاني طبعا بالاشتراك مع محمد هاني. يعني حتى الاستاذ سمير لو يجيب لنا الهدف بتاع وليد سليمان كلنا ما خدناش بالنا من محمد هاني. محمد هاني عمل ثلاث حاجات مهمه قوي يا كابتن ايمن في الكوره. الراجل مشي بالكوره، بعد كده باص، تمام، بعد كده اتحرك، بعد كده الكوره اتلعبت له ثاني، بعد كده عمل اسيست لوليد سليمان. يعني ثلاث حاجات. ممكن تجيب لنا سمره بعد اذنك الهدف الثاني للنادي الاهلي؟ يعني محمد هاني من انا شايف ان هو في الجناح بياخد اريحيه اكتر في الحركه، وهو عنده المقومات ان هو يقدر يلعب في المكان ده، وممكن الراجل يستغله في اللي انا عايزه من الاول يا استاذ سمير. لا بصراحة. ممكن نجيبه من الاول يا سمره بعد اذنك، وعملها مرتين. هنبص بس يعني على التحرك بتاع محمد هاني، شوف استلم منين يا كابتن اهو ومشي بيها، تمام، وبعد كده عمل باص، بعد كده اتحرك، هتتحط له هيعمل الباص لوليد. يعني انت راجل برضو لسه نازل، لسه ما دخلتش في جو المباراه، فدي حاجه برضو حاجه من المميزات اللي محمد هاني عملها. مش على فكره عملها تاني يا كابتن علاء، برضو عملها مره قبلها نفس الكره بالظبط، برضو اتحرك وباصه وبعد كده اتحرك وخد الكره الثانيه. فدي حاجه من الحاجات اللي شفناها النهارده الايجابيه من محمد هاني. في حاجه ثانيه بس يا كابتن ايمن، النهارده عندنا ثلاث لعيبه انا شايفهم النهارده ان هم كانوا من نجوم اللقاء. عندنا قفشه الشوط الاول كان ما شاء الله عليه، الراجل عمل اسيست ضربه الجزاء اللي كان مشكوك فيها ان هي ضربه جزاء، عمل اسيست ولا اروع. عندك السولية ما شاء الله عليه، برضو الراجل واقف في مركزه، مالي مركزه، بيعرف يتحرك، امتى يستلم، امتى يقطع، امتى يطلع، امتى يقف، الحاجات دي كلها السولية بيعملها بامتياز، مع بالاضافه ان هو بيقدر ان هو يزيد مع الهجمه. يعني النهارده لو شفت الجول الثالث اللي عمله بكعبه لبادجي، ده مش لعيب، ما فيش لعيب تقريبا في مصر في المكان بتاع السولية ده يقدر يعمل حاجه زي دي. السولية من اللعيبه المهاريه، يعني هو بيلعب ديفندر وكل حاجه، بس من اللعيبه المهاريه ان هو بيقدر ممكن يعمل لك اسيست، ممكن عنده ميزه الشوط، بيشوط كويس جدا، عنده ميزه ان هو بيقطع. انا شايف ان السولية النهارده وهو عامه لعيب متكامل، انا بحب السولية عامه بعيد عن اي حاجه، هو لعيب انا بحب طريقه لعبه. ثالث حاجه النهارده يا ريت يا استاذ سمير لو تعمل لنا كده ملخص صغير كده لوليد سليمان. وليد النهارده عمل شوط ولا اروع. انا بصراحه انا بقالي فتره ما شفتش وليد سليمان يعني بالمستوى ده، بقاله فتره كبيره جدا. الراجل نزل بين الشوطين، تمام، انا متابعه، انا قاعد بتفرج بتابعه، الراجل ما عملش ميز باص. يعني لو الاستاذ سمير يقدر يجيب لنا الملخص بتاع وليد سليمان، الراجل ما عملش ميز باص النهارده، بينزل يدافع، بينزل بيتحرك، بيستلم، بيعمل دوران، بيعمل الزياده، يعني عمل كل حاجه في الكوره النهارده. فطبعا دي الايجابيات اللي النهارده اللي كانت موجوده في المباراه. لكن طبعا في عندنا اصابه النهارده، اصابه متولي، ربنا يطمنا عليه يا رب كده باذن الله. وان شاء الله باذن الله. يعني في حاجه اخيره بس يا كابتن ايمن عايز اتكلم فيها، احنا النهارده كسبنا وكل حاجه، لكن في عندنا مشكله في خط الظهر، عندنا مشكله في خط الظهر، مشكله كبيره جدا. يعني الكابتن علاء اتكلم فيها والكابتن عادل اتكلم فيها، الوقفه بتاعه خط الظهر فيها مشكله. لازم يبقى في ليدر يا كابتن ايمن، هو اللي امتى اللعيبه تطلع وامتى اللعيبه تقف، لازم يبقى في ليدر وصوته عالي، مش ليدر وخلاص اللي هو لا لازم يبقى في واحد بيزعق وبيشخط في اللعيبه ان هي ما ينفعش ان واحد يطلع. يعني حصلت ثلاث ماتشات، الماتشين اللي فاتوا والنهارده برده نفس المشكله حصلت. يعني حصلت في الدقيقه 15 والدقيقه 86 لاسوان، نفس الكوره هي حتى احنا اتكلمنا فيها الاستوديو اللي فات او الماتش اللي فات، نفس المشكله هي. لكن لازم الراجل في خلال الاربع ايام دول قبل ماتش الزمالك لازم يتكلم فيها كويس قوي، ولازم يبقى في فيديو. انا سمعت يا كابتن ان كان في فيديو امبارح او اول امبارح تقريبا، الراجل قاعد معاهم وبان النهارده في المباراه. يعني شغل الراجل بان، يعني حتى شايفه ان هو كان بيتكلم مع محمد هاني في التمرين تقريبا. هي دي، لا دي الشوط الثاني، لا يا الشوط الاول. الشوط الاول الاندفاع العالي اللي بنقول الاندفاع العالي طبعا. يعني بس برضه بص المساحه الفاضيه، هي نفس الكوره كابتن، نفس الكوره الوقفه غلط، الوقفه يعني في مشكله فعلا، لازم الراجل يتكلم مع خط الظهر فيها. احنا كسبنا وكل حاجه واداء كويس وفي ايجابيات كتيره جدا، لكن في اخطاء مش هينفع ان هي تبقى موجوده في ماتش الزمالك. فطبعا مبروك النهارده الثلاث نقاط للنادي الاهلي، 56 بونت ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي بيقترب من
من الانفراد بالصداره، وباذن الله ان شاء الله تكمل باذن الله على خير ان شاء الله.